روسه وكتشوف لما خلات روسه حليم طب والتاني لعب الكلبه دي ضربت لها وشها تنام على جنبها طب والتالت لعب هي بتعمل اللي انت بتقول عليه طب انا هسالها رد عليا هتشتغلي معايا ايه عندك الكورونا؟ واي اه كورونا كده ها؟ هترقص لسه في النار بقى ولا فيفا عبده؟ لا كده مش هترقص صافي نار صافي نار؟ مالها فيفا عبده؟ الام المثاليه امنا امنا اه بطل اللي تقدر ام اسمها رجب الكلبة عيب يا كلبة عيب عاوزين ناكل العيش امك في الجيش امك في الجيش صدق انت الكلبة اللي تقدر اقول لك على حاجة بسبب قلة أدبك كده وخليت العيال يتحجوا عليها ولا رؤوس صفار ولا فيفا عبده يلا رؤوس نار على نار أمي راكبة حمار طب يلا يا كلبة يا بنت الكلبة ارقصي يلا لا لا يا كلبة يا بنت الكلبة ارقصي لا لا برضو يا عمي اللي معايا الكلبة دي أنا اللي اتقدم اما اقول لها ايه؟ قول لي يا استاذ على ايه؟ قول لي الكلبة يا استاذة لوجي اقعدي على حيلك؟ اه قول لي الكلبة يا استاذة؟ اه اقعد انت على حيلك واسكت اقعد يلا يا كلبة يا بنت الكلبة بص لا لا يعني يا ولاد لو قلت للكلبة دي يا استاذة وقامت راس هتسقفوا لها؟ هتسقفوا لها؟ طب نوسع شوية كده حقك عليا يا استاذة على حيلك يلا بص برافو عليك يا استاذ يا اللي معايا الكلبه كده راست لو قلت لها خشي جوه الشنطه هتسمع الكلام وتخش طب انا هسالك رد عليا تخش الشنطه جري ولا مشي سريع سريع طب وريني كده يا بنت المشروع الله اللي ربنا يسعدها سبك يا ولد يا اللي معايا الكلبه فين؟ هيدي لها واحد اثنين ثلاثة بعد الثلاثة هطلع الكلبة دي ترقص وتصوت وتضحك كل الناس بس قبل ما اكمل بقية العابي هشوف رندي ورندي اخواتي من نفس الطريقين استعين بالله وقول يا رب كفاية يا لوجي يلا طلع على جمال النبي الناس اللي زي الورد يا عم سيبها على الله العيل المهذب يوسع له عشان يعدي العيل المهذب يوسع له عشان يعدي الناس اللي بتقدر يا عم سيبها على الله ماشي يا ابويا كل عام طيب الناس اللي زي الورد بقول لك ايه حتى بقى كده رقصها رقصها بعد اذنك يا ابويا يا ابويا بس عشان ما نقعد عسل اعمل اي شيء يلا الناس اللي زي الورد يا عم سيبها على الله يلا التاني بقى بس